أرحب بجميع مستمعينا الكرام وخصصاً أصدقائنا التلاميذ في هذا اللقاء التربوي الخاص بنادي اللغات الإعلامي والتواصل. لقاؤنا هذا سنخصصه للحديث عن إصدار أول مجلة ورقية داخل مؤسستنا إعدادية بن سينا. يسرنا في هذا اللقاء أن نستقبل الأستاذ جبر القحش المشرف التربوي على هذه المجلة ليقربنا أكثر من هذه التجربة المتميزة. أستاذ جواد، مرحبا بك. مرحبا بكما، جد سعيد للتواجد هنا مع تلميذتين من بين تلاميذ الثانوية الإعدادية بن سينا، واللتين يتميزان بالنجاح والتفوق والتميز. أرحب بجميع المستمعين الكرام كذلك في هذا اللقاء الذي سنخصصه كما سبق وأشرت إلى أحد أهم المشاريع التي سطرها نادي اللغات والإعلام والتواصل. هو مشروع واعد، مشروع طموح، تجربة نوعية بالنسبة للتلاميذ أعضاء نادي اللغات والإعلام والتواصل، موازاة طبيعة الحال مع مجموعة من المشاريع التي تبناها النادي خلال هذا الموسم الدراسي، والذي رغم هذه الظرفية الاستثنائية شهد مجموعة من الأنشطة التي سطرها النادي. كانت أنشطة متميزة وضعت نادي اللغات والإعلام والتواصل في مصاف الأندية ذات الإشعاع، سواء على مستوى الإقليمي داخل مديرية توريرت أو حتى على مستوى الجهوي داخل جهة الشرق. فكما قلت، مسرور وسعيد جدا بالتواجد مع تلميذتين، تلميذة فوزية معيزي والتلميذة نسرين مسعودي. هذه الفرصة التي من خلالها تقدمان أو تساهمان في النشاط الإذاعة المدرسية، تجربة متميزة بالنسبة لكما، فمزيدا من التفوق. ومرحبا بجميع مستمعينا الكرام الذين سيتابعوننا خلال هذا اللقاء الإذاعي الخاص بالإذاعة المدرسية، فمرحبا بالجميع. دا أن أقدم الكلمة للتلميذة فوزية معيزي والتي بدورها هي تنشط هذا اللقاء، وبصفتها كذلك مديرة نشر هذه المجلة تحت عنوان مجلتنا. تلميذة فوزية معيزي ستقربنا أكثر من هذا المشروع، مشروع المجلة الورقية، فلتتفضل. تفضلي. شكرا. من خلال مداخلتي سأحاول أن أقربكم من هذا المشروع الواعد. إذن قام أعضاء نادي اللغات الإعلام والتواصل بإنشاء مجلة للمؤسسة لأول مرة، حيث قاموا بتقسيم المهام بينهم. كل عضو يتكلف بكتابة مقال يتحدث عن مختلف الأنشطة التي أقيمت بالمؤسسة، مثل اليوم العالمي للغة العربية، الأسبوع السينمائي إلى آخره. يندرج المشروع مجلتنا ضمن الأهداف الكبرى لتعزيز مكانة النادي والرقي بمؤسستنا، ويعتبر هذا المشروع فرصة لنشر وتوثيق الإنتاجات الفكرية للتلاميذ، حيث سيشكل إصدار النسخة الأولى من المجلة أول بنية لتحقيق التواصل والتعريف بأهم أنشطة المؤسسة. للتقريب أكثر من هذه التجربة التربوية، سنقوم بطرح بعض الأسئلة التي سيتكرم الأستاذ بالإجابة عنها. إذن سيد جواد، أول سؤال هو كيف جاءت فكرة إنشاء هذه المجلة الورقية؟ إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ففكرة إنشاء المجلة الورقية والتي تعتبر أول مجلة في تاريخ الثانوية الإعدادية بن سينا، فحقيقة الفكرة هي كانت بعد الأنشطة المتميزة التي قام بها أعضاء وممثلو ومنخرطو نادي اللغات والإعلام والتواصل. أنشطة امتدت على مدى قرابة سنتين أو ثلاث سنوات، كانت أنشطة نوعية. كذلك خصصنا جانبا للإعلام الذي يهم الصحافة المدرسية، وهو أمر يفيد بطريقة أو بأخرى في صقل المواهب ومهارات التلميذات والتلاميذ،
اكتساب المعارف الخاصة بالإعلام المدرسي، ولما لا يعني التقرب أكثر من يعني المجال الصحافة بصفة عامة. فكما تعلمون الصحافة، هناك صحافة مرئية، صحافة مسموعة على سبيل اللقاء الذي نقدمه إذاعة المدرسية، وكذلك الصحافة المكتوبة. فأنشطة نادي اللغة والإعلام والتواصل عرفت يعني تفاعلا منقطع النظير، وهذه الأنشطة كان لابد من يعني تسجيل هذه الأنشطة أو يعني خلق أرشيف يؤرخ لتاريخ المؤسسة من خلال أنشطة الحياة المدرسية. فجاءت في البداية فكرة إنشاء مجلة تجمع مجموعة من الأنشطة التي قام بها نادي اللغة والإعلام والتواصل. بعد ذلك كان هناك حافز أو حافزية أكثر، ألا وهو المشاركة في المسابقة الوطنية حول الإعلام المدرسي، وخاصة المذكرة 119/21 التي صدرت بتاريخ 27 يناير 2021، والتي كانت بطبيعة الحال تعتبر بطبيعة الحال محفزا أساسيا بالنسبة لأعضاء وممثلي نادي اللغة والإعلام والتواصل للمشاركة ولما لا الفوز على الصعيد الوطني بهذه المسابقة الوطنية التي تهم إنشاء مجلة ورقية تهم عدة مجالات، كما سنرى يعني ربما سنتطرق إليها في هذا اللقاء. إذن الفكرة كانت هي أول شيء يعني الأرشفة وتسجيل هذه الأنشطة وهذه يعني البرامج التي سطرها النادي وخلق الإشعاع. نحن نعيش اليوم في يعني في زمن يعني وسائل متوفرة الحمد لله، وسائل التواصل ووسائل يعني المعلوميات متوفرة وهي في متناول التلاميذ بطريقة أو بأخرى، ولهذا فالمجال مفتوح يعني للتلاميذ لكي يبدعوا في هذا المجال، ومن هنا جاءت هذه الفكرة، فكرة إنشاء المجلة التربوية. إذن أستاذ، ما هي الفئة المستهدفة من مضامين هذه المجلة الورقية؟ الفئة المستهدفة هي بالأساس فئة يعني الأقران، تلاميذ، هنا نتكلم عن تلاميذ. التحفيز من خلال يعني اللقاء الذي أسسنا من خلاله هيئة التحرير التي تشمل مجموعة من التلميذات والتلاميذ على جميع المستويات، السلك الإعدادي، الأولى إعدادي، والثانية إعدادي، والثالثة إعدادي. فهي فرصة يعني لكذلك تبادل المعلومات والمهارات ما بين يعني المستويات، فرصة كذلك للتعلم بين الأقران، فرصة كذلك لاكتشاف كيفية كتابة المقال الصحفي، وكذلك فرصة يعني فسح المجال أمام مهارات التلاميذ وإبداعاتهم، وكذلك إيصال آرائهم حول مجموعة من المجالات والمضامين التي تعتبر يعني بعيدة عن المقرر الدراسي وزخم المقرر الدراسي. فهي فرصة كما قلت أمام التلاميذ للتعبير عن رغباتهم، عن هواياتهم، عن يعني المجالات التي يبدعون فيها، وذلك من خلال الكتابات. الكتابة هي يعني أهم شيء للتعبير عن ما يخالج الإنسان بداخله، وبالتالي كانت هذه التجربة. والفئة المستهدفة بالأساس هي فئة التلميذات والتلاميذ، كذلك الأطر التربوية، وبالتالي كذلك عموم القراء. فالمجلة ستكون يعني متاحة أمام الجميع بالصيغة الإلكترونية، ستكون يمكن تحميل المجلة، وكذلك يمكن طباعة المجلة كما الشيء الذي سنقوم به، ومن خلال المشاركة في هذه المسابقة، ومن خلال النسخ التي ستكون في متناول التلميذات والتلاميذ، ونسخة داخل المؤسسة بطبيعة الحال. أستاذ جواد، هل يمكنك بتقريب أكثر من خطة العمل التي اعتمدتموها لكتابة إنجازات التلاميذ؟ إذن بالنسبة لخطة العمل، بطبيعة الحال كان في البداية اللي كما تقولوا باش نحطوا هاد الفكرة وتصبح في حيز التنفيذ، كان لابد من التفكير في يعني خلق مجموعات داخل التلاميذ.
هذه المجموعات كما سبق وأشرت أنها مجموعات من تلاميذ من مختلف المستويات. الجانب التواصلي كان حاضرا. في البداية كان هناك مجموعة من الأوراش، قمنا بمجموعة من الأوراش من خلالها تمت يعني الاستعانة ببعض الجرائد وبعض المجلات، قراءة بعض المقالات، تحليل بعض المقالات خاصة التي تستهدف فئة الصغار. بعض المجلات أذكر على سبيل المثال مجلة العربي الصغير، بعض المجلات كذلك مجلة تربوية، وبعض المجلات والجرائد بصفة عامة. في البداية تم تقريب التلميذات والتلاميذ من تقنية كتابة المقال بطريقة مبسطة بعيدة عن كل التعقيدات، يعني الحديث عن الأشخاص، الأحداث، المكان والزمن الذي تدور فيه هذه الأحداث. كذلك ركزنا بطبيعة الحال المجالات التي يمكن الاستعانة بها، كالمجال الثقافية، المجال التربوية، المجال الرياضي. كنا نريد كذلك كتابة بعض المقالات بقيت لم يتم إصدارها هذه في هذه النسخة. كانت هناك كذلك مجالات في يعني العلوم والثقافة وفقرة هل تعلم إلى غير ذلك. ففي البداية كما قلت يعني خطة العمل جاءت بهذه الشكلة، يعني تم استقبال يعني إنتاج التلاميذ المصوغة كتابة كتابة ورقية يعني مكتوبة باليد. بعد ذلك عن طريق مجموعة واتساب تمت استقبال يعني بعد المصادقة على مقالة التلاميذ يتم استقبالها، وفي الأخير المرحلة الأخيرة هي مسألة تصميم، كيف يتم تصميم مقالات أو إنتاجات بعض التلاميذ. فخطة العمل كانت هي على الشكل هذا، على هذا الشكل. يعني في البداية تقريب التلاميذ من فكرة المقال وبالانتقال إلى مرحلة التنفيذ، وفي الأخير إلى مرحلة التصميم ويعني إصدار المجلة التي كانت ثمرة جهد هذه المجهودات هذه اللي شفناها من خلال هذا المسار الذي تحدثت عنه. هل يمكنكم الحديث عن أهم المضامين والفقرات التي تم اعتمادها في هذه المجلة؟ إذن بطبيعة الحال وكما يمكن للمتابع الكريم أن يلاحظ من خلال المجلة، لأن هذا اللقاء هو لقاء كما قلنا إذاعي محض، ولكن يمكن مشاهدته كذلك بالسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فبطبيعة الحال على غرار المجلات التربوية، مضامين المجلة شملت افتتاحية، تعريف بالمؤسسة كما تلاحظون، إذن كان كذلك التعريف بمشروع المجلة، استطلاع آراء بعض التلميذات والتلاميذ. حاولنا كذلك يعني تقريب القارئ من البرنامج السنوي لأنشطة نادي اللغات والإعلام والتواصل. تكلمنا أو عن كذلك عن بعض الأنشطة التي قام بها أعضاء وممثلو النادي. استفدنا من خبرة الاستجواب الصحفي من خلال الاستجواب الصحفي مع بعض الأساتذة، وكذلك كانت هناك فقرات على غرار أو بعض المجالات على غرار المجالات الثقافية، مجالات كذلك تهم عالم الكائنات الحية، مجالات أخرى كفقرات يعني الغرض منها هو أن تخلق ذلك الجو، جو التفتح والانفتاح لدى التلاميذ، كفقرة هل تعلم، فقرة متع عقلك إلى غير ذلك من الفقرات، بالإضافة إلى كما قلنا تسجيل أهم المشاركات للتلميذات والتلاميذ في هذه المجلة. إنجاز المجلة ليس بشيء سهل، لذا ما هي أهم الصعوبات التي واجهت هيئة التحرير خلال إنجاز هذه المجلة؟ فبطبيعة الحال كما يقال وما نيل المطالب بالتمني، يعني بعد إنجاز بعض الأشياء يتطلب منا تضحية وكذلك تشمير على السواعد، جهد كذلك تنسيق ما بين أعضاء هيئة التحرير. وأهم شيء ركزنا من خلاله يعني نستطيع أن نقوم بعملنا على أحسن وجه، هو يعني ذلك الانسجام بين أعضاء هيئة التحرير. العمل الجماعي كان له صبغة خاصة،
وكانت هناك بعض المشاكل، مشاكل تقنية كما قلنا، مشاكل يعني بعض الصعوبات، وليست مشاكل، هي بعض الصعوبات، الالتزام بالوقت المحدد لإنجاز بعض المقالات، تنقيح المقالات. وبالمناسبة هنا أشكر الأستاذ علا الأعرج الذي ساهم كذلك، رغم أنه تقاعد فقد أفادنا من خلال تنقيح بعض المقالات للتلاميذ وتصحيحها. الجانب التواصلي كان مهما كذلك للتغلب على هذه الصعوبات، صعوبات كذلك على مستوى التصميم، جانب التقني كما قلنا، عامل الزمن، كان بإمكاننا كما قلت أن نخصص مجالات أخرى داخل المجلة، المجال الرياضي، مجالات أخرى، لكن نظرا للظرفية الاستثنائية ونظرا لضيق الزمن المدرسي، في النهاية الحمد لله كانت ثمرة جهد المشروع هذا وثمرة جهد التلميذات والتلاميذ وأعضاء النادي بصياغة 24 صفحة لهذه المجلة، والتي كانت الحمد لله بشهادة الجميع متألقة ومتميزة. وفي الآخر، فما هو مدى نجاح هذه التجربة بالنسبة إليكم؟ إذا نجاح هذه التجربة بالنسبة إلينا كفريق داخل نادي اللغة والإعلام والتواصل، تجربة ما يمكن القول عنها هو ما يمكن قراءته من خلال استطلاع آراء التلميذات والتلاميذ، فالانخراط داخل النادي الحمد لله لقي صدى طيبا داخل في صفوف التلميذات والتلاميذ. التجربة كانت تجربة نوعية، كان هناك يعني إقبال لدى التلاميذ، كان هناك حس من المسؤولية والرغبة في المشاركة، كذلك يعني الأفكار، فكرة المشروع يعني إنجاز موقع إلكتروني والتي الحمد لله استكملناه وتمت المشاركة من خلاله في برنامج ميديا سكول أو مسابقة ميديا سكول باللغة الفرنسية، وكذلك تجربة باللغة العربية، تجربة مجلتنا هاته التي بين أيدينا، برامج أخرى، تطلعات أخرى إن شاء الله، على اعتبار أن نادي اللغات والإعلام والتواصل يركز بالأساس على تفوق التلميذات والتلاميذ في مجال اللغات، في المجال التواصلي، وكذلك في المجال الإعلام، يعني الفقرة التي الآن نحن بصددها هي تندرج ضمن الإعلام المدرسي، كيفية تقريب التلميذات والتلاميذ من هذا الجانب، تمكن من هذا الجانب، تمكن من تقنيات الإعلام والتواصل إلى غير ذلك. فالحمد لله تجربة، شخصيا رغم بعض التضحيات ورغم بعض الصعوبات أجد الحمد لله أن النتيجة في الأخير هي عزاؤنا، فرحتنا جميعا داخل نادي اللغة والإعلام والتواصل، والشهادات كذلك التي نلقى صداها من داخل لا الأطر التربوية ولا بعض المسؤولين عن قطاع التربية والتعليم على النتائج وعلى يعني المجهودات التي يقوم بها أعضاء وممثلو نادي اللغة والإعلام والتواصل، هي بمثابة وسام شرف، وهذا لا يزيدنا إلا إصرارا على الاجتهاد والتميز. ففي الحقيقة وهذا اللقاء كذلك هو كذلك يعني بصمة للتميز، لا يسعني إلا أن أشكركما على هذا اللقاء، نتمنى إن شاء الله النجاح والتوفيق لكما ولباقي أعضاء النادي ولكل التلميذات والتلاميذ. سنختم إذن إن شاء الله هذا اللقاء، شكرا لكما على هذه الأسئلة التي ستفيد أصدقائكم وكذلك التلميذات والتلاميذ في مؤسسات أخرى وعموم المستمعين إن شاء الله بصفة عامة. شكرا لكما، وإلى لقاء آخر يندرج ضمن الإذاعة المدرسية. شكرا أستاذ جواد لتلبيتك دعوتنا وتقريبك لنا بمواضيع المجلة وتعريفها لنا. شكرا جزيلا لكما وبالتوفيق إن شاء الله.